للاسف حاليا حنا كنصطدموا بواحد المعضله كبيره، هي ان تم التحويل ديال الاتجاه ديال السيارات والشاحنات والحافلات والطاكسيات، جميع انواع اشكال المرور تم التحويل ديالها باتجاه حي الرياض. هذا الحي حي عنده تاريخ، حي اللي خصنا نردوا له الاعتبار، وحنا كنزيدوا دابا نطحنوه بهاد المجموعه من التصرفات. البنيه الطرقيه هشه، هاد المسار اللي كيتاخذوه هاد السيارات كيعبر تقريبا ما يناهز 4 ديال المؤسسات التعليميه، وبالتالي بات هاد الموجه الكبيره من الحافلات ومن السيارات كتشكل خطر على الابناء ديالنا وعلى المسنين وعلى المارين بشكل عام. زياده على ان البنيه الطرقيه هشه، ما يمكنلهاش تستحمل هذا النوع من الضوضاء. لا فيبراسيون اللي كاينه دابا ولات كتشكل خطر على هاد المنازل المحيطه بهاد الطرق اللي نتوما كتشوفوا حاليا، اللي ما محتاجاش شي تعليق معين. لهذا كنتمناو باش السلطات تدخل في اقرب وقت باش تلقى حل لهاد المعضله، لان ما يمكنناش نستمروا هكا. الاشغال على مستوى باب الخميس مازال غتاخذ اشهر واشهر، والدليل على هذا هو ان الاشغال السابقه اللي كاينه في الابواب اللي سبقات الترميم والاصلاح ديالها باب الخميس مازال لحد الان مغلقه، وبالتالي غادي نبقاو ديما معرضين لهذا المشكل وديما عايشين فيه. لهذا من فضلكم المسؤولين، الابناء الحي في خطر، الناس ديال الحي في خطر، الضوضاء عامه، المحيط، حنا كجمعيه بيئيه هذا النوع من التلوث ما عمرنا ما عشناه في هذا الحي. صراحه ما كنا نخشاه منذ البدايه، تحقق الان للاسف. كنا نخشى بان هذا التثمين غادي ما غاديش تواكبوا، ما يواكبوش ذاك التنظيم المنتظر، وما نعيشه الان نعيش العبث بعينه، حيث تم تحويل واحد الطريق رئيسي نحو ازقه حي الرياض العريق، ازقه ضيقه، بنيه تحتيه مهترئه، وما مع ما شكلهم مشاكل وخيمه للساكنه، ناهيك عن الدخان والغازات، غازات المحروقات، نجد بان تكتل وتكدس السيارات بشكل مهول، مع العلم بان الحي يحوي مجموعه من المدارس، 4 مدارس، 3 مدارس ابتدائيه ومدرسه ثانويه. كيف يعقل بان المسؤولين انهم يتجاهلوا هذه المساله وياخذوها بعين الاعتبار؟ كيف يمكن ان تخترق السيارات من الحجم الكبير والحافلات لهذا الحي؟ هذا بصراحه استهتار بحياه الساكنه، ونددنا من خلال المنتدى الاقليمي لحقوق الانسان، نددنا بهذه المساله، صيفطنا مجموعه تاع الرسالات، فاذا بهم يحولون فقط مسار الحافلات مع وقف التنفيذ. وهذا بصراحة يستدعي منا كقوى حية وكمجتمع مدني إلا أن ندعو ونؤكد على رفع هذا الحيف على حي تاريخي له من التاريخ ما يكفي وما يشفع له أننا ندخله من أجل إنصافه وإنصاف الساكنة. صراحة إحنا مع تأهيل المدينة العتيقة، معنا عمل إصلاح الأبواب لباب الخميس وباب الريح وأبواب ديال المدينة كاع التاريخية، إحنا معاهم، ولكن ليس مع فوضى التي خلقت أو أصبحت نعيشها في حي الرياض، حيث الكل أصبح يندد بهذه تدفق السيارات، الشاحنات، الحافلات القروية والحضرية، مع تراكم الدخان وانبعاث الغازات ثاني أكسيد الكربون والمونوكسيد الكربون، وهذا كله مضر للساكنة. الكل يندد، قمنا بتقديم شكايات للجماعة المحلية، إلى رئيس الجماعة، إخبار السلطات المحلية، ولي أمن مكناس، العامل مدينة مكناس، ولا جواب، وهو محزن ومؤسف لهذه السكنة وهذا الحي اللي تنعرفوه عريق منذ القدم، يعني منذ إحياء تقريبا ما يناهز القرن هذا من هذا الحي كاين ديال حي الرياض، ما عمر الحافلات دخلوا له، ما عمر الطاكسيات دخلوا له، واذا نفاجئ انه كاين فوضى. ما فهمتش كيفاش هاد الناس المسؤولين جاوا عطاو هاد الممر، الحافلات يدوزوا عبر هاد الازقه، ما فهمتش شكون صاحب هاد القرار، لحد الان ما عرفنا شكون هاد صاحب القرار، من اي علم جابوه، من اي معايير جابوه هاد القرار باش يسمحوا للحافلات. حنا الناس الساكنه كاملين تيحسوا باهتزازات في المنازل ديالهم، وهذا في شكل خطير جدا. انا اؤكد الى بقى هذا المسار غادي في هذا الاتجاه، راه غادي نعيشوا كوارث، وغادي نعيشوا معاشات مدينه الدار البيضاء مؤخرا، لان الناس يتساءلوا
راكم شفتوا الاسباب ديال الفيضان اللي وقع، عاد ناضوا تيقولوا شكون المسؤولين شكون هادي، راه غادي يعيشوا شي كارثه الا بقى هاد الشيء. اذا خص المسؤولين يدخلوا الله يجازيهم بخير.